عيدكم مبارك. عزلف لون كل مرة، عزلف لون سلطقة من المغاربية. أقلع ذاكي الساقي دي فولهم ذا سلايد إن شاء الله ذا سلايد ونسميك ونسلم وكل إن شاء الله يمسلمين وكل دلق لاني تمورث ذي تمورث أقينا ذي تمورث الجزائر عندك وفي مثل لهم إن شاء الله صحة لهذا وين مبارك إن شاء الله. أقلع ذاكي ذي فولهم ذا لاريجيون ذا السود الويس لندن نوصد نخل مارو بورتا جاكي الطاقم المغاربية باش نولي يميك يقدو ذن ذاكي سيليبرين لاي ذاكي الجناسوك مرة انقلني الدونيت ان شاء الله عثنا في الجهة عندك للجمع ذاكي عثنا السؤال انتو راك انقلين لونطرين الجمع رايك شمار داخل باش هذا واش شوية للروبورتاج نسقسي شوية الغاشي كم كي هم كي تحسن كل صار رمضان السلعي ذاكي وكلي ومرحبا يسمونكم كثير اللام السلام عليكم اخي. السلام عليكم. عيدكم مبارك خويا. اخي انا من الطاقم المغاربيه قناه التلفزه حبيت ناخذ غير شويه ريبورتاج نشوف الناس كيفاش يسيليبريو العيد كيفاش الاحساس تاعكم. ان شاء الله خويا كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله ملمومين ان شاء الله ربي يدوم العام علينا ان شاء الله ربي امين ان شاء الله امين. نقول لك واحد الكلام بالامازيغي ندى لا دا سعدي لا دا سعدي زولف لاي تنمير. السلام عليكم. فقنا هذا كاينك شمال الجماعة ثورة هاتسان داكي لونطار الجماعة ان شاء الله هذه الصبحة قاتسان السبعة الصباح هو بار كونطار ثورة كاكي فقنا ان شاء الله تاكي تصالي تم زوارو تا في السبعة ونبدو ان شاء الله هنا تولي مكلي داكي الخاوة داكي هاتسان داكي لونطار الجماعة تولي مكلي الغاشي قلن داكي. السلام عليكم. عيدكم مبارك يا شيخ. عيدكم مبارك. حتى الغاشي يكون ثورة بدنا نتلحق نكون هذا كان جمع أركو بقى شوية كان يكيد بشارك شمال داخل الجمع وبعد إن شاء الله أقلع دعوة ريكوردين الله أزول في الأول أقلع داخل الجمع ثورة إن شاء الله نسقسي يكون ثورة الغاشي سنين وكم كيد تحسن نكون سلعيد فنتصول الغاشي إذا قصد أقيد يكشم الأرض لكي مثلا سلد دي جات كبير الله أكبر خليف ذن لكي السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان please come forward جزاكم الله خير please stand up the brothers at the back sitting at the back please if you can stand up and try to make your way forward please إخوان I'm very serious because people are going to pray in the streets today if you don't come forward there's plenty of space اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد وترا ولك الحمد شكرا ولك الحمد أولا وآخرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا أحدًا فردًا صمدًا لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما أعظمه عبدًا وسيدًا وأكرمه أصلًا ومحددًا وأبهره صدرًا وموردًا وأطهره مضجعًا وموردًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليوث العدا وضيوف الندى
وغيوث الندى صلاه وسلاما دائمين من اليوم الى ان يبعث الله الناس غدا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انك حميد مجيد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. وبعد، حياكم الله ايها الفضلاء وايها الاعزاء الكرام، وحي الله هذه الوجوه الطيبه المباركه المشرقه الزكيه. واسال الله عز وجل الذي جمعني واياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم الميمون الاغر المبارك ان يجمعنا في جنته مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الكرام، يا من صمتم رمضان، ايها الموحدون، يا من فرض الله عز وجل عليكم صيام رمضان فصمتم، ويا من سن لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القيامة فقمتم، هنيئا لكم في هذا اليوم. جئتم اليوم مجتمعين في هذا المكان المبارك وفي هذا الجمع المبارك سائلين الله عز وجل مغفرته ورضوانه، فأبشروا بمغفرة من الله ورضوانه. جئتم اليوم طالبين من الله عز وجل العفو والمغفرة، فما ظنكم بالله وما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب رحيم غفور ودود يتودد إلى عباده الذين فعلوا السيئات واقترفوا من المعاصي والآفات، يتودد إليهم سبحانه وتعالى وينسبهم إليه بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكيف برب غفور منعم رحيم يتودد إلى عباده الذين يعصونه بقوله: قل يا عبادي؟ فكيف بأهل الطاعة؟ كيف بأهل القيام والصيام والصدقات وقراءة القرآن؟ فأبشروا بفضل من الله عز وجل ونعمة في هذا اليوم، يوم الجائزة. نعم، أبشروا بفضل من الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فافرحوا وثقوا في الله عز وجل بأن الله عز وجل سيتم عليكم طلبكم وسيتم عليكم هذه النعمة ويعطيكم ما سألتموه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فكيف لا يكتبها لأهل طاعته الذين اعتكفوا شهراً كاملاً مقبلين على كتابه سبحانه وتعالى، واقفين بين يديه متذللين خاشعين راجين داعين؟ كيف لا يستجيب سبحانه وتعالى منهم ويعطيهم سؤلهم؟ نعم أيها الكرام، افرحوا، افرحوا في هذا اليوم العظيم، فهو يوم الجائزة. وثقوا في الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل سيعطيكم سؤلكم، وأحسنوا الظن بربكم، وأبشروا بقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثق في الله عز وجل أن الله سيبدل سيئاتك إلى حسنات. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم آخر
أهل النار دخولاً، وأعلم آخر أهل الجنة دخولاً رجلاً يجاء به. ثم يقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها أو كبارها. ثم ينظر هذا العبد إلى صحيفته فيقول: يا ربي ولكني فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول الله عز وجل: إني قد أبدلت سيئاتك حسنات، إني قد أبدلت سيئاتك حسنات. فيقول الراوي: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذ. نعم، إن هذا العبد يبحث في هذه الصحيفة فكان يتخيل أنه سيدخله الله عز وجل بهذه السيئات العظام الصغار والكبار النار، ولكنه فوجئ برحمة الله عز وجل، وفوجئ بعفو من الله سبحانه وتعالى له، وخبأ الله عنه الكبار. فإذا هو يسأل عن هذه السيئات الكبار فيخبره الله عز وجل أنه قد غفر له هذه الصغار، فما بالك بكبار هذه الذنوب. نعم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أبشر بقول الله عز وجل، أبشر بمغفرة من الله عز وجل بشرط أن تثق في ربك وأن تحسن الظن في الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هنا سؤال يطرح بعد رمضان: أين تذهبون؟ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ أين تذهبون بعد رمضان من الصيام؟ وأين تذهبون بعد رمضان من القيام؟ أين تذهبون بعد رمضان من قراءة القرآن والوقوف بين يدي رب العالمين الرحمن سبحانه وتعالى؟ أين تذهبون من الصدقات؟ أين تذهبون من صلة الأرحام؟ فأين تذهبون؟ هذا هو الطريق، هذا هو الطريق إلى الجنة. الطريق إلى الجنة هذا هو الذي ذقته في رمضان. ويبقى السؤال: وماذا بعد؟ قال الله عز وجل: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فالهداية إلى هذا الطريق، الطريق إلى الله عز وجل والطريق إلى جنته، هو الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل بعد رمضان. الاستقامة هي أصل الكرامة، الاستقامة هي طريق الكرامة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فلا تروغ رمضان الثعلب بعد رمضان، واستقم على ما كنت تفعله من عبادات ومن قربات في رمضان إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الاستقامة أيها الإخوة هي التزام الصراط المستقيم بامتثال ما أمر به رب العالمين واجتناب ما نهى عنه من النواهي، والوقوف عند الحد بعلم واتباع وإخلاص. والاستقامة تدور حول الأفعال والأقوال والأحوال، فاستقامة الأفعال هي اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، واستقامة الأقوال هي الصدق والعلم، واستقامة الأحوال هي الإخلاص. عرف الاستقامة أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة، فقال: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. عرفها الفاروق، قال: الاستقامة ألا تروغ روغان الثعلب. عرفها عثمان ذو النورين رضي الله عنه، فقال: الاستقامة أن تخلص لله عز وجل. عرفها علي رضي الله عن الجميع،
قال الاستقامة أن تؤدي الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك. إذن نحن نحتاج أيها الكرام إلى الاستقامة. فما أصل الاستقامة؟ أصل الاستقامة أن يستقيم قلبك على التوحيد. تنبه إلى هذا الكلام جيدا، فإنه من كلام رب العالمين. أصل الاستقامة أن يستقيم قلبك على التوحيد، فالتوحيد أصل الأصول. فإذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على الطاعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح هذا العضو الصغير الذي ربما لا تبالي به أبدا ولا تسأل عنه ولا تتفقد أحواله حتى يموت، ينصلح كل شيء، ينصلح الجوارح، ينصلح الفرد والمجتمع، وينصلح كل حال بهذه المضغة التي قال صلى الله عليه وآله وسلم عنها: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم لا تبالي بها ولكنها تحيي الجسد كله وتميت الجسد كله، فيصبح الجسد حي بين الناس لكنه ميت في الحقيقة، أو ميت غير ظاهر أمام الناس ولكنه حي عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن أصل الاستقامة هو أن يستقيم القلب على التوحيد. فإذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على الطاعة. نعم، كيف أصل وأحقق هذه الاستقامة ونحن خلق ضعاف ولسنا بملائكة؟ أبشر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أراد الله عز وجل منك أن تعمل وأن تؤدي عملك، ولا تتعلق بالعمل ليتعلق قلبك برب العمل بالله سبحانه وتعالى. واعلموا أنه لن ينجو أحد بعمله، فسددوا وقاربوا. أيها الإخوة الكرام، إن جزاء الاستقامة جزاء عظيم أعده الله عز وجل لعباده الذين استقاموا على طاعته. فقال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن وحدوا الله عز وجل، والتوحيد ليست كلمة تقال بالألسن وإنما هي منهج حياة كامل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أتعلمون أيها الأطهار ما هي النزل؟ هي ما يهيئه الله أو ما يهيأ للضيف من مكرمة. النزل ما يهيأ للضيف من مكرمة. فتخيل أن هذه النزل من عند الله تبارك وتعالى. قال الله: نزلا من غفور رحيم. نزلا من؟ من غفور رحيم. فاستبشروا خيرا أيها الموحدون، استبشروا خيرا أيها القائمون الصائمون، استبشروا خيرا يا من تليتم كتاب ربكم في شهركم، ويا من صمتم رمضان وقمتم بين يدي مولاكم، استبشروا بخير من الله عز وجل ورحمة منه وعفو منه وفضلا. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن لهذه الاستقامة أسباب. أولى هذه الأسباب
الصبر. والصبر من أعظم الدروس التي نتعلمها من الصوم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم عن الصبر: والصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصبر: ما أعطي أحد عطاء أوسع وخيرا من الصبر. والصبر أنواع: صبر على طاعة الله، أن تستقيم على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله، تبتعد عما حرم الله، وصبر على أقدار الله عز وجل. وأجر الصابرين لا يعلم أجره إلا الذي رتب الحساب عليه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي: لا وزن لهم، لا ميزان لهم، ولا كيل لهم يوم القيامة. عندما يوفى الصابرون أجرهم لا يوزن لهم ولا يكال لهم. قال: وإنما يغرف لهم غرفا، يغرف لهم غرفا من المغفرة، وغرفا من السعادة، وغرفا من الرزق، وغرفا من الفرح الذي يلقونه من الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن السير إلى الله عز وجل يسير وسهل على من يسره الله عز وجل عليه، ومن يتصبر يصبره الله. فعليكم بالصبر، فإنه أولى الأسباب للاستقامة على هذا الطريق. ثانيا، من أسباب الاستقامة أن تتذكر الجنة. نعم، الجنة أيها الكرام بلاد الأفراح، ومحط أقدم المؤمنين، أقدام المؤمنين، وسلوة الأحزان. نعم، إنها الجنة التي قال الله عز وجل عنها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. علم الله عز وجل أن هذه النفوس جبلت على شيء من المتاجرة والمبايعة والأمل في شيء كي يتاجر به، فقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين، فعقد بيعا من الله عز وجل وبين عبده، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بأن لهم الجنة. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم شأن وعظم ذكر الجنة أمام أصحابه، كان دائما يذكرهم بها. يمر على عمار وأم عمار وياسر أبو عمار وهم يعذبون، فيقول لهم صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فذكر نفسك دائما بالجنة، وقل لها: يا نفس، ربما تموتين غدا، ربما تموتين بعد قليل، ربما ربما، وبعدها جنات، جنات ونهر. السبب الثالث من أسباب الاستقامة على طاعة الله عز وجل أن تتذكر النار، فإن ذكر النار قد هيج نوم الصالحين. كذلك من الأسباب التي تعينك على الاستقامة على طاعة الله عز وجل أن يرسخ حب نبيك صلى الله عليه وسلم في قلبك. فإذا رسخ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سويداء قلبك أحببته، وإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعته واتبعته. ثم بعد ذلك أين ستكون؟ ستكون في جنات أعدت لهذا النبي الكريم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر ماذا يطلب الصحابة، كانوا يطلبون أعالي الأمور ويتركون سفاسفها
فقط لا يريد من هذه الدنيا إلا أن يرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء لم يره، فقط آمن به فلم يره الجنة، ولكنهم صدقوا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هناك جنة وأن الله عز وجل يجازي فيها المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم سلم، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال وغير ذلك؟ يعني أما تريد شيئا آخر غير ذلك؟ قال لا، هو ذاك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. تمت هذه الأسباب لتستقيم على طاعة الله عز وجل. فأوصيكم ونفسي أيها الكرام بهذه الوصية الجامعة الغالية التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أوصى بها أبا عمرة أو أبي عمرو ابن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه. قال له، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله دلني على عمل لا أسأل أحد عنك بعده. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، يا إلهنا وخالقنا وسيدنا، نسألك يا رب العالمين أن تنزل على هذا الجمع المبارك المغفرة والرحمة، وألا تصرف هذا الجمع من هذا المكان إلا بذنب مغفور. اللهم أنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين في غزة، اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي بلاد الرافدين وفي مصر يا رب العالمين، وفي الصومال وفي كل مكان يا منان يا حنان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. بتعطينا كلمة خويا؟ راني مع قناة المغاربية. السلام عليكم خويا، اليوم العيد عيدكم مبارك كامل، واش حبيت تقول لصحابك ولا لعائلتك؟ حبيت توصل رسالة؟ عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة المقيمين في لندن والحباب والعائلة كاملين تاعنا في المغرب، ونهار كبير هذا ان شاء الله. خويا تقدر توصل سلامك لعائلتك الى حبيت؟ كنسلم بزاف على الوالدة تاعي، الوالد تاعي، خوتي كاملين اللي في فرنسا اللي في المغرب، ونقول لهم عيد مبارك سعيد، وهذا النهار هذا كبير عندنا. احنا فرحانين بزاف الاذاعه تاعنا جات زارتنا في لندن، شكرا بزاف، وعيد مبارك سعيد لجميع الاحباب والعائل والمغاربه. شكرا، بارك الله فيك خويا. السلام عليكم خويا. السلام عليكم، راني مع قناة المغاربية، حبيت تقول لك كلمة خويا. عيدكم مبارك. مبارك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. حبيت توصل رسالة للجزائر، الجزائريين، واش حبيت تقول؟ ان شاء الله كل الشعب الجزائري ان شاء الله، عيد الجزائر ان شاء الله يكونوا ملاح، يكونوا يعيدوا ان شاء الله بخير، ان شاء الله بخير وصحة ان شاء الله. السلام عليكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ويرجعوا علينا بالخير والبركة ان شاء الله. امين. غير قول غير صحايتكم، وصل بلا بلغ الميسج اللي حبيت الرساله لصحابك. ان شاء الله يا ربي كل خير، كل شيء في مسمى، كل شيء في الدوله، كل شيء ان شاء الله يا ربي، والناس في غزه وفي سوريا وكل شيء يكون عندهم خير ان شاء الله يا ربي. امين ان شاء الله. عيدكم مبارك خويا. السلام عليكم اخوان، قناة المغاربية من لندن، حبيت تقولوا صح عيدكم لأهلكم وصحابكم وين ما كاينين. السلام عليكم، عيدكم مبارك. السلام عليكم، عيد مبارك، كل عام وانتم بخير. عيدكم صح اخويا، كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله انت مضبوط يا شيخ.
أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أولى أيام عيد الفطر المبارك أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يجمع دائما كلمتهم وأن ينصر إخواننا في كل مكان في غزة وفي مصر في سوريا في بلاد الرافدين في العراق وأن يجعل دائما أيام المسلمين أيام فرح وسعادة وخير وبركة نحمد ذلك وقدر عليه صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم وعليه وسلم آمين بارك الله فيك يا شيخ وعيدكم مبارك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بدنا نرسل إن شاء الله رسالة إلى الوالد والوالدة في المغرب إن شاء الله صلى الله يتقبل منا ومنها ومن المسلمين أجمعين في كل مشارق المغرب ومغاربها إن شاء الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يدخل شهر رمضان على الأمة الإسلامية بخير وكذلك أريد إن شاء الله نبلغ سلامي للعائلة في المغرب الحمد لله أنا في لندن بخير وعلى خير وجزاكم الله العام انتم بخير كل العالم العربي ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله ان شاء الله امين اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم عيدكم مبارك لكل الإخوة والأخوات ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يتقبل كل صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا أخوكم هشام السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم فترة ليش هذا من هذا ما شاء الله الأولاد إن شاء الله معايدين بارك الله فيكم بخير عيد مبارك عيد مبارك وليده كل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة نسلم على الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله نكون بأفضل إن شاء الله الله يسر إن شاء الله بارك الله فيك خويا عيدكم مبارك Brothers do you want to send a message for Maghribia channel you want to say something السلام عليكم إن شاء الله وكل سنة وانتم طيبين وعليكم عيدكم مبارك أخي السلام عليكم السلام عليكم سلام عيد مبارك للجميع والوالدية بالأخص الحاج سعد والحاجة فاطمة ربي يطول في عمارهم ويحفظهم إن شاء الله ويحسن أمين إن شاء الله وعيد مبارك لكل عائلة الخاوتي وزواجاتهم وأولادهم والعائلة الكبيرة والأخوالي وكل العائلة والجزائريين بصفة خاصة لأني أنا جزائري وعيد مبارك للأمة الإسلامية وإن شاء الله نتمنى وربي يرفع على إخواننا في غزة وعلى إخواننا في سوريا وعلى إخواننا في العراق وينصر الأمة الإسلامية إن شاء الله والإسلام إن شاء الله سيعود نسأل الله السلامة وعيد مبارك للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عيدكم مبارك Brother, السلام عليكم. It's for Maghribia channel. Do you want to say something? السلام عليكم. شيخ. الحمد لله. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك. الحمد لله. فيكم البركة أخي. بارك الله فيك. إن شاء الله. عيدكم مبارك. من عوادة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. عيدكم مبارك أخي. السلام عليكم. عادل عادل. يصورك. السلام عليكم. أخي من قناة المغاربية في لندن. قربوا وصلوا رسالة. كل عيد مبارك وخلاص. عيد مبارك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك. أحمد. فيديو برادر جيب لنا الاولاد ان شاء الله بارك الله السلام عليكم brothers it's from Maghribia channel if you want to say something say send a message to your parents to whoever just to say عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك بارك الله فيكم شكرا عندكم في channel broadcasting in London wish all the ummah عيد مبارك عيد مبارك brothers in Palestine may Allah give them barakah بارك الله فيك اخي عيدكم مبارك عيد مبارك to everyone عيد مبارك everyone. Do you mind if I take a... Yeah. Assalamu alaikum sister. Wa alaikum assalam. What's your message for the Eid for people throughout the world? To all the Muslim brothers, Eid Mubarak. Aidkum Mubarak brothers. Thank you. Assalamu alaikum brothers and sisters, my little kids.
ساي حبي ساي عيدكم مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. Thank you very much, kids. Enjoy your day. What are you going to do for the day? We're gonna go to fun fair. Oh, that's good. Are you going to the fun fair with your brother as well? Yeah. That's nice. And you, little one? Yeah. Nice. Enjoy your day. سعيدكم عيد مبارك. أفضل الله ولكم تقبل منا منكم. السلام عليكم. عيدكم مبارك إن شاء الله. سعيد المغاربية وسعيدكم بالعام. الله يسلمك خويا. خويا حبيت توجهوا رسالة لفاميلتكم للجزائر للشعب الكل. سعيدكم جميع المسلمين إن شاء الله والجزائريين خاصة. بارك الله فيك خويا. بارك الله فيك إن شاء الله وتهز ثاني إن شاء الله. إن شاء الله تطفى عليهم النيران هذه إن شاء الله يا رب. آمين إن شاء الله. السلام عليكم يا جماعة. عيدكم مبارك. انا راني مع المغرب يا خويا راني مع الطاقم تاع المغاربيه ما شاء الله عيدكم مبارك والعام والدم الخير بارك الله فيك هذا كاع الشعب الجزائري المغاربيه قول لهم هذيك الحصه تاع الجمعه حبستوها لنا كيفاش عاود لي خويا الجورنا حبستوها ما راش فاهم على بالي صلنا ان شاء الله راح نرجعوا ان شاء الله السمانه هذه ان شاء الله صحيح 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 بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك السلام عليكم عيدكم ان شاء الله يرحم الراحلين بارك الله فيك خويا السلام عليكم عيدكم مبارك خويا السلام عليكم المغاربية الشرقية كاع كاع المسلمين ان شاء الله الله يرحم الناس تاع المغرب الله يهديهم جاب معاهم تحيا الحراش خويا حوتي بارك الله فيك خويا سعيدكم خويا رانا مع خونا هشام هنايا سعيدكم المغاربيه والاسلاميه الله يبارك فيك ان شاء الله بارك الله تقبل منا ومنكم صالح الاعمال صحه عيدكم الناس غزال ان شاء الله ربي يفرج عليهم وصحه عليكم كاع الجزائريين ان شاء الله خاصه الجزائريين السلام عليكم اخويا كاسيني ان شاء الله صحيتكم وك يزيرين داك المندان ان شاء الله تكفوا تمساكي لاندي غزه ان شاء الله وان شاء الله نلحقوك فساكي ان شاء الله يا الجماعة السلام عليكم صحة المغربية ما يعتزون المغربية عطاك صحة المغربية سلم يالتي يكونوا فاكسوس كل مكان حبالية السلام عليكم عزوك لك المغربية اسمك أجمع كمال وكمال مآجي كمال أقلكم بالقناة المغربية ما هو راتسي والضول صحة نبلغوا السلام كاع خاوتنا في الجزائر وفي الغربة نتمناو لهم عيد مبارك نتمناو عيد مبارك كاع حبابنا هنا في لندن بارك الله فيكم في الحضرة ولاد الحضرة ولاد الأجيري كاع إن شاء الله ولاد البلاد كاع من الحدادة للحدادة إن شاء الله نتمناو لكم كاع صحة عيدكم إن شاء الله وعيد مبارك تقبل الله منا إنك لعيدك أسعدي لعيد أسعدي أسعدي لعيد أسعدي لعيد أسعدي بارك الله فيكم يا جماعة صحة صحة خويا بنيت واحدة السلام عليكم عيد مبارك عيد مبارك بارك الله فيك ان شاء الله امين يعطيك الصحة خويا عيد مبارك عيد مبارك خويا عزول فلاك كما سامي اللي تكلم مدير الصحة لا يبغي كل عام وانتم ان شاء الله بسم الله ان شاء الله كل مؤمنين لفهم عيد حمودة ان شاء الله كل زرع على طريق ان شاء الله مدير الصحة لا يبغي
بارك الله فيك يا مسال سلام عاد اسعد ان شاء الله عندنا ناس فرنسام يعيطون ديال حبي مدعمو ياك قول كلمه قول الصوت تاعو زيد زيد قول لهم حاجه اخرى Thank you very much. حتى نوقف لك ما تنادي سوى السي فرنسي ساعدين هذا الميساج اللي سطر في التليفون. قالك انا نجوز الميساج تاعك. عزلت لك الماء. السلام عليكم بعيد السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صح عيد يما وبابا وخوتي وكاع ولاد حمتي في باجراح وكاع لاجي ان شاء الله صح عيدكم. بارك الله فيك عيدكم مبارك اخي. عزلت لك الماء. صح عيدكم كاع الجامع وكاع المغرب العربي. بارك الله فيكم ورانا في بريطانيا لا غالب ما تجوزنا تعيد مع العائلة ومن بيهم ينقصونا في ليبي نشوفوا نروحوا قاعيتك ان شاء الله ونتلاقاو زوج سوايع ان شاء الله خويا حبيت نسقسيك كيما شمكيتو في ظهر كيتو في ظهر رمضان العيد لما تصادق في الوطاقي تسمع العيد كيفاش تجوزوا في البلاد هذه كيفاش حسيتوا في البلاد ولا صح كي تجوزوا هنايا ماشي كيما الجزائر مع العائلة تحس روحك باللي قصتك العائلة هنايا بصح معليش ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله كيف تبارك ان شاء الله بارك الله فيك خويا عيدكم مبارك انا سؤال انت انا لومبيونس الدومين اتنت تو الدومين بالعاده تمور اتنت تو وقعت الدوبل سيس داكي راني نشوف فيها بالله الدوبل سيس هذا كاوليك ها جوزو ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم اجماع شكرا الله وصحة عيدكم مرة أخرى صحة لهذه كلمة السلام عليكم سلام أقلع ديرو ستوم يا دايما نحن بدي اسمي اسم مكنا أزل في الأول السلام عليكم خويا سلام أنا مع حدي الباقي ناس مكنا بغرات شكابان في المساجة إن شاء الله مبارك الشتاء إن شاء الله اثنين وراو الجزائريين نقل الذكي ان شاء الله راكم ملاح تجوزتوا العيد مليح ان شاء الله وداول هضره ايوا وداول هضره خويا حبيت نسقسيكم كيفاش تحسوا بالعيد هنايا في البلاد هذه اسك فريمون كاين الفرحه تاع العيد ولا بيان سير في البلاد خير ولا واش قلتوا لا 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 العيد ماشي كيما البلاد هذا اوفيسيال خير هذا الحمد لله على ذاك احبابنا الحمد لله ماشي كيما البلاد بيان سير صافي لا في البلاد ما كاينش مغاربي صافي هنا بارك الله فيك بارك الله فيك انا غسلام بالله سلام الوالدية بابا ويما بابا ان شاء الله ربي يطولك في عمرك يما اذا كتسمعي فيا ربي يخليك ليا يا يما توحشتك بزاف بابا توحشتك كثر من يما معليش ما تزعفش توحشكم بزاف وبالله سلامي كاع عائلة ولاح والعائلة جراد ان شاء الله وكاع عمومي خوالي وكاع صحابي اللي يعرفوني وعائلة منصور عائلة عمار ان شاء الله وان شاء الله غادي نسيناهم ان شاء الله يصبحونا وعمين مريض ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك المغاربية كي راكم معايا انا والحمد لله الاطراف المغاربية ان شاء الله انا معايدين معاهم في الجزائر كي يشوفونا الوالدين ان شاء الله الاطراف المغاربية راهم يفرحوا بينا كون حضرنا للجزائر وجوزنا العيد معاهم وفرحنا معاهم وربي يتقبل منا ومنهم ان شاء الله هذا هو ليسونسيال ان شاء الله بارك الله فيك رياض خويا السلام عليكم رياض قول لك كلمة خويا رياض اروح اعطي لك كلمه خويا قول لك غير صحه عليكم وصل الرساله تاعك ولا حبيت يا خويا عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم غفر الله لنا ولكم والله على كل حال يعني رمضان الحمد لله فوزنا على خير العيد ثاني الحمد لله الواحد راح صلاه العيد تعرفنا انا مع الجماعه مع الحبايب والله الحمد لله يعني الحمد لله شغل رانا كل اللي فيه مظلين يعني كل عيد يتجمعوا لهنا الناس خلصوا الفطور تلموا لهنا نتغافلوا نتسامحوا الحمد لله والله غير شغل كل اللي رانا وكيفاش جوزتوا رمضان خويا رياض؟ الناس يجوا يفطروا عندكم شغل دخل خرج يعني خفيف ظريف ما شاء الله والله ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان الجاي واللي وراه ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك خويا يعطيكم الصحه وعيدكم مبارك عيدكم مبارك خويا فاميلتك ولا حبيت السلام عليكم يا خويا السلام عليكم يوم العيد يا خويا مبروك عليكم مبروك على العيد على كل المسلمين الامه المسلميه
وان شاء الله يعاود يرجع لنا رمضان بالخير والبركه ان شاء الله. يا خويا مبروك علينا وان شاء الله تكون جايه مليحه ونحطوا لها ان شاء الله. يعطيك الصحه قمع يلا بقى على خير. لقى قلعة الكارتي اسمي شيفيرد بوش لقى بادر فولم للسنتر لندن ماشي بريمون دي سنتر على ما زالت تجمع كان الغاشية تهضرنا عندي من قرائن ون لا يدقي في مرتقى من كتساعة دينوك خاصة الجزائريين فوالا صدق. السلام عليكم يا جماعة عيدكم مبارك. الله يبارك فيك معنا سيدي الله يطول عمرك. عندكم رسالة توجهوها أخي؟ نوجه رسالة لصاحب الجلالة محمد السادس نقولوا لي عيد مبروك علينا وعليه إن شاء الله وعلى جميع المغاربة وعلى جميع الدول العربية المسلمة ونسلموا على الأحباب ونسلموا على العائلة كلها في المغرب. اخي بما ان عندنا قناه ثانيه بالامازيغيه بغيت برطبوا لي زوج كلمات بالامازيغيه. عيدي اسعدي العيد اسعدي العيد اسعدي العيد اسعدي ان شاء الله عليكم وعلى اكادير وعلى اي تورير وعلى العيون وعلى الصحراء كلها وعلى الجيران ديالنا الجزائريين وعلى التوانسه وعلى كل جميع الدول العربيه ان شاء الله. عيد مبروك عليكم ان شاء الله. بارك الله فيك اخي. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم خويا. عندكم رسالة توجهوها؟ السلام عليكم عيدكم مبارك أخي. بارك الله فيكم صحتكم. هذا تولى عندك الحلوى. هذا كاين الحلوى العيد ما عرفتش يكون فين الساعة تاع العيد باقي. ما عرفتش هذاك الثمن. السلام عليكم يا جماعة عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. بارك الله فيك خويا. عندك رسالة توجهها للمغاربية إذا حبيت تقدر توصل السلام إذا حبيت. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيدكم مبارك. Same to you brother and same all Muslim brother in the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Special to Palestine people and help Palestine people. Inshallah, will be better life for them. Thank you very much, brother. Jazakallah khair, brother. Aidkum Mubarak. Brother, do you want to say something about Eid? Pass on a message to the Muslim Ummah. Eid Mubarak to everyone, but this is not Eid for us. Why is that? Because, why is that, sir? Because, you know, there is our brothers, sisters, they are bleeding in Palestine. And to be honest, our hearts are bleeding. It's just Eid by name, you know, you can say. أرجز قد يقار لعيد مشوس الحسارة طاسة خطر اسمي قمتنا وثمتنا وسمتنا قلن دي غزة اثنين سفرين وسنت حسارة مثلاقة خطر الإسلام وكل المسلمين. We do whatever we can do, and we all know that what can we do. Nothing is in our hands. The only pray we can make dua for our brothers, sisters in Palestine. We are with them, our hearts are with them, and we love them so much. And, Allah make them everything easy for them. Dua accepted, brother. Thank you very much. Inshallah. Barakallahu fikum. Thank you very much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brothers, sisters, Eid Mubarak, and enjoy the rest of your Eid with your families. Thank you very much. Do you have a message to pass on, like to someone, to in general? Just my brothers and sisters, Eid Mubarak, and enjoy the rest of your days with your families. Thank you very much. Thank you. Eid Mubarak, jamia umma al-muslima, inshaAllah, ya Rabbi, dakhil alaikum sihha wa salama, wa jamia al-mu'minin, wa kulu wahadi. يفرح بعد العيد ان شاء الله. بارك الله فيك. مبارك. بارك الله فيك خير. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك.